انا بدايتي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي سنه 79. اتربيت في النادي الاهلي، مرحله الناشئين كلها اتمرنت مع مجموعه مدربين من احسن المدربين اللي موجودين في مصر. الدرجه الاولى كنت سنه 90 في الدرجه الاولى، حققت 5 بطولات افريقيه، اتنين افريقيا ابطال الكاس، 5 دوري، 3 كاس مصر. كانت في بطوله ابطال الكؤوس كانت عندنا هنا في النادي الاهلي، كانت نظام دوري، فخسرنا في الماتش من النجم الساحلي قبل الماتش النهائي 3-1، وصلت النادي الاهلي هنا اهو. وطبعا كان نفسيا لينا كانت صعبه جدا، فاتفقت مع المدير الفني الكابتن ابراهيم فخر الدين ان انا هاخد الفرقه واديهم سينما عشان نخرج من مود الماتش. كان عندنا لازم نكسب تاني يوم الزمالك 3-0، فالحمد لله تاني يوم كسبنا الزمالك 3-0، ودي كانت من اغلى البطولات عندنا يعني بصراحه. كان عندنا نهائي الدوري في اتحاد الشرطه، كان الماتش رايح جاي، فالحمد لله يعني اتحسن في اخر 2 بونت بلعيبه كان معانا لعيبه صغيره، محمد عبد الكريم ومحمد مصلحي، وقدرنا نحقق البطوله ديت في الوقت الصعب ده. والله ذكرياتي داخل النادي الاهلي كلها جميله، لان انا بعتبر النادي الاهلي ده يعني ده البيت الكبير. فالنادي الاهلي يعني موسوعه لرياضه، كل العظماء خرجوا من النادي الاهلي. مش مجامله في النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي كبير وبولاده وبادارته الحمد لله، يعني من قطاع الناشئين لغايه ما بطلنا واشتغلنا في النادي الاهلي، لا، في اداره شغاله كويس معانا، في نظام، في تعاملات قريبه مع الاداره، اكبر مدربين من النادي الاهلي هنا اهوت. فالحمد لله يعني اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي صعب نتعلمه بره. الجيل بتاعنا كان الكابتن رضا الغزالي، الكابتن عماد فاروق، الكابتن حمدي الصافي، الكابتن خالد عباس، المهندس سامع علي كامل، الكابتن ايمن رشدي، الكابتن هشام صلاح، مجموعه كبيره، كابتن هاني مصلحي، كابتن ماجد مصطفى، غير اللعيبه الناشئين اللي كانوا بيضموا لنا، محمد مصلحي، محمد عبد الكريم، مجموعة يعني مش قليلة، يعني كنا جيل ذهبي ساعتها، يعني محتكرين جميع البطولات. بداية تجربتي كانت مع البنات، مسكت فرقة 14 سنة، كان المدير الفني الكابتن رؤوف عبد القادر. الحمد لله حققت بيهم نتائج طيبة جدا، قعدت ماسك الفترة ديت 14 سنة 9 سنين، بقيت متميز في الفترة الانتقالية ما بين الميني فولي والأربعة في الملعب والستة في الملعب. فدي ادتني انا خبره كبيره جدا في ان انا ازاي يعني اقدر اصنف اللاعب في انهي مركز بالظبط. فالحمد لله بعد كده مسكت مع كابتن رؤوف عبد القادر، كنت معاه في بطوله افريقيا، كانت تهني توسن عندها كانت بتاخد لايفز في المانيا، فلعبنا البطوله دي من غير تهني توسن، والحمد لله عملنا بطوله كويسه قوي 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 في كينيا، رغم ان تهاني ما كانتش موجوده. طبعا تهاني كان عليها الاعتماد الكبير في الملعب، فطلعنا تاني البطوله، بس الحمد لله يعني عملنا بطوله كويسه جدا. بعد كده رجعت مسكت رئيس قطاع الناشئين من سنه 2010 ل 2014، عملنا قاعده كويسه جدا، تغذيه للنادي الاهلي بقطاع الناشئين بولاده، الحمد لله كنا يعني محتكرين جميع البطولات في قطاع الناشئين والناشئات. انا مش قادر اوصف لحضرتك وصف النادي الاهلي ليه، يعني النادي الاهلي بالنسبه لي يعني حياه. النادي الاهلي يعني لو انا يعني بعيد عن النادي الاهلي بعتبر نفسي ان انا ما بمارسش اي رياضه، ما بعملش اي رياضه. النادي الاهلي ده يعني كيان صعب ان انت تبعد عنه. والله انا بوجه رساله لكل جماهير النادي الاهلي، الجماهير الجميله ديت العظيمه اللي بتقف ورا النادي على طول، ان هي ما تتخلاش عن فرق النادي الاهلي، ودايما في ظهرهم ودايما بدعمهم، لان ده كنادي اهلي احنا كلعيبه بتفرق معانا الحاجات دي كتير قوي.
كمدربين بتفرق معانا كتير الحاجات دي قوي. فتدعيم الجمهور ان هو يقف ورا النادي الاهلي ده مهم جدا جدا جدا.